نحن نتابع هذه التغطية ونحلل في هذه الساعة مع ضيوف سكاي نيوز عربية الليلة من رام الله الكاتب والباحث السياسي خليل شاهين، ومن تل أبيب كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي يوحنان تسوريف. أهلا بكما بداية معنا في هذه التغطية المستمرة من سكاي نيوز عربية. أستاذ خليل، لم تقدم حركة حماس على هذا التطور، على طوفان الأقصى، من دون معرفة حقيقة الفاتورة التي ستدفعها. البعض ذهب لوصف هذه الخطوة بالجريئة، جريئة جدا. أستاذ خليل، ألا يخشى القطاع من ما ينتظره نتيجة ما وصفه نتنياهو اليوم باليوم الأسود والذي لم تعرفه إسرائيل منذ زمن؟ يعني في الواقع أن الوصف ربما الأدق هو السذاجة التي يتمتع بها قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين. يعني سمعنا الكثير مما كتب عن شخصيات لدى يعني من قيادات حركة حماس اعتقلت سنوات طويلة لدى إسرائيل، ويفترض أنهم معروفين عن ظهر قلب لكل القادة العسكريين والسياسيين والاستخبارات الإسرائيلية. نحن نتحدث عن شخصيات من وزن يحيى السنوار في قطاع غزة، أكثر من 20 عام في السجون الإسرائيلية. نحن نتحدث عن صالح العروري نائب رئيس حركة يعني حماس ومسؤولها في الخارج ومسؤول عن الضفة الغربية. كلهم يجيدون اللغة العبرية وهم يعرفون ليس فقط المسؤولين الإسرائيليين بل يعرفون كيف يفكر الإسرائيلي وهو نائم. ولذلك أعتقد أنه كان على إسرائيل أن تدرك تماما بأن مثل هذه القيادات في إسرائيل تحفظ عن ظهر قلب كل الرواية الإسرائيلية وكيف يفكر الإسرائيليون. ولذلك ما شاهدناه عمليا اليوم هو نجاح في ذروة عملية تضليل كبرى قادتها حركة حماس وهؤلاء القادة بشكل يعني خاص الذين ضللوا إسرائيل طيلة أشهر ماضية، بينما كان يجري الاستعداد لتنفيذ هذه الخطة الكبيرة ليس بتسلل قطاع غزة بل باجتياح شامل لمنطقة غلاف قطاع يعني غزة. وأعتقد يعني هذا الأمر لم يكن ليتم لولا أنه يعني درس بعناية وتم التخطيط له بعناية يعني كبيرة يعني أيضا. ولذلك يعني هناك لكن أستاذ خليل، من الواضح من المؤكد أنه درس بعناية، لكن هذه العملية التي درست بعناية أيضا أهدافها درست بعناية، وبالتالي ما هي الأهداف برأيكم التي يمكن تحقق جزء منها وسيتحقق الجزء الآخر منها لاحقا؟ يعني كسر الغطرسة الإسرائيلية، غطرسة القوة التي شهدناها مع تشكيل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. استمعوا إلى تصريحات بن غفير، تصريحات سموتريتش وحتى نتنياهو طيلة الأشهر الماضية، الاعتداءات التي تتكرر على الفلسطينيين، الاعتداءات والانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك بما يستفز يعني المسلمين والمسيحيين، البصق على المسيحيين يعني وعلى الكنائس المسيحية. هذه غطرسة قوة إسرائيل وهذا الاتجاه، وخاصة في الصهيونية الدينية لا يرى الفلسطينيين، وهو لا يعير أي يعني أي اهتمام لمشاعر الفلسطينيين ولا للعرب ولا للمسلمين. هو يريد أن يقفز عن الفلسطينيين ولا يراهم، هو يريد أن يضم أراضيهم وأن يستوطنها. هو يدعو علانية بلسان وزراء في إسرائيل لإحراق ومحو يعني بلدة مثل يعني حوارة، هجمات متواصلة ومتكررة على الفلسطينيين. لا يمكن للفلسطينيين أن يمرروا هذا الأمر، وهم أصحاب الأرض الأصليين، وهم سوف يتصدوا كما فعلوا طيلة الأشهر الماضية وكما فعلوا طيلة القرن الماضي وكما سيفعلون خلال الفترة القادمة. اليوم 360 كيلومتر مربع شريط ساحلي يعني يلقن إسرائيل التي تعتبر من أقوى الدول في العالم وأقوى دولة في الشرق الأوسط درسا سيسجل في التاريخ. المحللون لا شك أستاذ خليل، لا شك أنه ما حصل اليوم إخفاق أمني وفشل استخباراتي إسرائيلي هائل، وهذا ما تم الإعلان عنه أصلا في وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الساعات الماضية. سيد يوحنان تسوريف، أهلا بك معنا إلى هذه التغطية وهذا التحليل. بداية، هل خرجت إسرائيل من صدمتها؟ هذا السؤال يعني أنا باعتقادي هو شوية سابق لأوانه، يعني تعرف يعني إمتى ما تحصل مفاجأة من هذا النوع.
البحث لازم يركز على أسباب هذا الفشل أو هذه المفاجأة، كيف تفاجأت إسرائيل، وهذا موضوع يأخذ وقت طويل. برأيك سيد يوحنان، برأيك إسرائيل لا تعرف حتى الساعة ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الخرق الأمني والاستخباراتي؟ السؤال هو ما هو الجواب الذي أنت تريد أن تصل إليه أو تحصل عليه؟ نحن نحاول أن نفهم يا سيد يوحنان، نحاول أن نفهم ما الذي حصل. يعني هذه العملية سابقة لم تشهدها إسرائيل باعتراف من السيد نتنياهو نفسه، هذا اليوم الأسود لم تعرفه إسرائيل يوما. كثيرة هي تشابهات اليوم التي نحاول أن نقربها من أحداث عام 73، لكن من ذاك العام وحتى يومنا هذا شو اللي حصل اليوم؟ أوكي، إحنا لا نتجادل على هذا الكلام. يعني فيش شك إنه في هناك مفاجأة وفشل كبير. السؤال هو يعني لا لا لا، أي ما هو الجواب الذي إسرائيل بدها تصل إليه؟ هل بدها جوهري الذي يوضح ما هو السبب الرئيسي، وما منهم المسؤولين عن هذا الموضوع، وكيف وصلت الأمور لهذه الدرجة الذي كان نوع من الإهمال هناك، أو كان هناك نوع من الارتياح من جانب المسؤولين بالنسبة للوضع الذي هم موجودين فيه؟ هل كان سبب لهذا الوضع المريح الذي كانوا يشعرون فيه؟ هذا الجواب بده لجنة تحقيق، يعني ليس إشي سهل. يعني كمان احنا قدرنا نقول انه ممكن هذا كان مسؤول وكانت هناك فشل معين في نقطة معينة، لكن المتبين هو انه هذا الكلام كان له بعد اكثر من هيك، كان له يعني مشكلة اكثر صعبة من اللي احنا نراها الان. ولكن في نفس الوقت انا بقارن الموضوع الفشل الذي حصل اليوم، بحاول افران في سنة 73. علينا ان نذكر انه خلال المحارب الذي حصل في 73 كمان اسرائيل تفاجأت من الهجوم المصري، ولكن غلبت الأمور على عكسها خلال عدة أيام. بطبيعة الحال سأعود سيد يوحنان، سأعود إليك للحديث عن يمكن السيناريوهات التي يمكن انتظارها خلال الأيام المقبلة، وإن كان بإمكان إسرائيل الآن الاستفادة لربما من ما حصل لصالحها. بدي أشرك معنا في هذا الحوار أيضا من برلين الباحث السياسي دانيال بومر، وهو خبير في شؤون أمن الشرق الأوسط. سيد دانيال بومر، أهلا بك معنا إلى هذه التغطية المستمرة من سكاي نيوز عربية. بما أنك من برلين لا يمكن إلا أن أتوقف عند الموقف الألماني. إسرائيل تعول على الدعم الألماني، تابعنا هذه المقابلة اللي أجراها السفير الإسرائيلي في برلين، والذي خلالها اتخذ سلسلة من المواقف المهمة والتي أود أن أناقشها معك الليلة. رون بروزر يقول إنه إسرائيل تعول على الدعم الألماني، ما طبيعة بداية هذا الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدول التي يمكن اعتبارها حليفة لإسرائيل؟ وما فينا ننسى أنه أكبر صفقة بتاريخ الصناعة العسكرية الإسرائيلية تمت قبل أيام مع برلين. نعم بالطبع، وإذا تحدثنا عن الشؤون الأمنية وعن الشؤون العسكرية فأعتقد بأنه ربما العكس، ففي هذا المجال إسرائيل هي مهمة أكثر لألمانيا من أن يكون ألمانيا حليفة لإسرائيل. والدعم الذي يمكن أن تقدمه ألمانيا لإسرائيل هو دعم سياسي أكثر، فكما تعلمون ألمانيا ربما هي أقوى دولة
داخل الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي أو موقفه تجاه إسرائيل والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي ربما يهم بكل تأكيد. فمعظم الدول في الاتحاد الأوروبي كانت منتقدة مثلا لسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الماضي. ألمانيا دائما أظهرت دائما ضبطا لنفسها في انتقاد إسرائيل، رغم أن برلين كانت قد انتقدت مثلا بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وطبعا هذا ما أغضب إسرائيل. ولكن ألمانيا كانت دائما تشدد على حق وجود إسرائيل، والآن حين نرى ما قاله السياسيون الألمان بشأن هذا النزاع وما حدث اليوم، فكلهم شددوا على أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية، والتي طبعا كانت وصفا لهذا الهجوم من حماس. والخط نفسه اتخذ من قبل طبعا رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين التي هي سياسية ألمانية، وأيضا رئيس ألمانيا الذي هو ليس قويا كالمستشار، ولكن هو أيضا كان أول واحد تحدث، وحتى تحدث مع الرئيس الإسرائيلي حايم هيرتزوغ عبر الهاتف وأكد له دعم ألمانيا. ولكن كما قلت، فالدعم الأكبر الذي تقدمه ألمانيا هو سياسي، هو دعم سياسي دبلوماسي، لكن على ما يبدو تحتاج إليه إسرائيل. سنعود سيد دانيال للحديث لربما أكثر في هذا الموضوع، لكن أستاذ خليل، إلى أي مدى برأيكم تحتاج إسرائيل اليوم لهذا الدعم السياسي الخارجي الذي يقدم لها من قبل حلفائها؟ كنت أغوص في هذه النقطة مع ضيفي من الولايات المتحدة في ساعة سابقة، هو الذي قال إنه هذا التطور خدمت به حركة حماس إسرائيل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت يعني تأخذ موقفا لربما بعيدا عن حكومة نتنياهو طوال الفترة الماضية، لتعود الآن وتتعهد بدعمه. هل حقيقة نتنياهو بات أقرب إلى حلفائه بعد هذه المحنة التي يمر بها؟ يعني أنا برأيي كل هذا كلام فارغ، يعني ما يصنع الحقيقة على الأرض هو ما قام به الفلسطينيون هذا اليوم من تهشيم للنظريات الإسرائيلية التي تقول بأن إسرائيل هي المكان الأكثر أمانا للإسرائيليين. أنتم تستضيفون لص حرامي اسمه يوحنان يقيم على أرضي وسرق بيتي، وتسألونه لماذا حدث كل هذا الفشل. حدث هذا الفشل لأنهم يهربون، لأن هذه ليست أرضهم، هذا ليس مكانهم. ثم تستضيفون دانيال الألماني الذي قام زعيمه هتلر يعني في فترة ما في ألمانيا بالاتفاق مع الحركة الصهيونية على تهجير يهود ألمانيا خارج يعني ألمانيا، وإن سألتم والده ووالدته على الأرجح أنهم سيبررون الهولوكوست الذي ارتكبه زعيمه هتلر والنازية بحق اليهود، ولذلك فهو لا يريد اليهود أن يعودوا إلى ألمانيا، ولذلك يريد أن يبقيهم في فلسطين وعلى أرضنا نحن. يعني هذا هو النفاق يعني الأوروبي. أنا هنا لا ألقي بالتبعات على اليهود الموجودين الآن يعني في فلسطين، هم يعني أصبحوا الآن يعني بحكم الأمر الواقع موجودين، وعليهم أن يبحثوا عن طريقة إما للتعايش مع فلسطينيين أو أن يبحثوا عن حق العودة في ألمانيا على الأرجح يعني. ولذلك على الألمان أن يفكروا كيف يعني يتضامنوا مع اليهود بالتكفير عن ذنبهم بارتكاب هذه المحرقة الفظيعة التي ارتكبت بحق اليهود، وأن يسمحوا لهم بالعودة إلى أوطانهم وممتلكاتهم يعني سواء في ألمانيا أو في أوروبا، كل أوروبا مذنبة. أما كيف يمكن أن نعالج هذا الموقف، أنا أعتقد أن العامل الرئيسي هو العامل الفلسطيني، بالقدر الذي يتمتع فيه الفلسطينيين بالقدرة على الصمود في أرضهم والدفاع عن حقوقهم، أعتقد أنهم سيكونوا قادرين على تهشيم كل الرؤوس التي تحاول الآن مثل بن غفير وسموتريش أن تطردهم خارج وطنهم. أعتقد أن هذه الإجابة كافية في لحظة تستضيفوني فيها مع لص في إسرائيل ومع يعني ألماني ينحدر من جدود نازيين. يعني الإجابة كافية، سأعطي حق الرد لضيوفنا أيضا في هذا الحوار، لكن أستاذ خليل، هل ستتمكن برأيكم حركة حماس
من استكمال خلينا نقول مخططها، هدفها الأساسي من هذه العملية حتى النهاية. في تصريحات كانت تؤكد أنه لا مفاوضات وأنه المعركة جارية ميدانيا وأنه لا تزال في بدايتها. شو اللي يحضر لها الآن أو يحضر لها الآن؟ يعني أنا يعني بتقديري أن يعني هذه العملية خطط لها بشكل يعني جيد، يعني على مدى يعني أشهر على الأرجح تم تنسيقها مع أطراف إقليمية أيضا سواء دول أو حركات يعني في الشمال أو في يعني سوريا أو لبنان أو ربما يعني إيران، استخدمت فيها أساليب جديدة. هناك يعني مقاتلين من حركة حماس لا زالوا يقاتلون في منطقة غلاف يعني قطاع غزة، ويعني وتصدون لكل الهجمات التي تشنها يعني قوات الصهيونية عليهم في منطقة غلاف قطاع غزة. سيتوقف يعني الكثير يعني من السيناريوهات القادمة على طبيعة الردود الإسرائيلية. ما سمعناه من نتنياهو يعني هذا المساء يعني شيء مرعب وحقير في واقع الحال، فهو يدعو قطاع غزة الذين يحاصرهم ويغلق أمامهم كل المنافذ للهرب من قطاع غزة. أين سيهربون يعني من قطاع غزة؟ أنا أعتقد أن إسرائيل سوف تلجأ إلى يعني تطبيق ما يعرف باسم عقيدة الضاحية الجنوبية، التي ارتبطها اسم ارتبط يعني مفهومها ب يعني آيزنكوت الذي كان رئيسا للأركان عندما يعني جرت الحرب ضد لبنان في العام 2006، وطبقت عقيدة الضاحية الجنوبية واكتسبت اسمها يعني من ذلك الوقت عندما تم تدمير الضاحية الجنوبية في عملية يعني أرض محروقة. على الأرجح أن هذه الدبابات التي تتجه نحو قطاع غزة فسوف توجه نيرانها يعني إلى يعني المدنيين في شمال قطاع غزة وربما شرقه وربما جنوب قطاع غزة للضغط على الكتلة البشرية لتهجيرها يعني من أماكن سكنها إلى منطقة وسط قطاع غزة. هذا الأمر حدث يعني ربما في العام 2014 عندما جرى تهجير مئات الألاف من شمال قطاع غزة للضغط على السكان، وعلى لأنه لا يوجد أماكن يهرب إليها الناس في قطاع غزة ولا يوجد يعني ملاجئ. ولذلك أعتقد أن هذا هو السيناريو الذي سيقوم به الجيش الإسرائيلي خلال يعني الساعات والأيام يعني القادمة، وهو بحشره الناس في قطاع غزة يعني في مساحة ضيقة. هو يفرض على الفلسطينيين سيناريو وحيد وهو القتال حتى النهاية. القتال حتى النهاية، هل هذا ما يريده نتنياهو سيد يوحنان تسوريف؟ نتنياهو اليوم لم يعطي خيارات، هو قال يتم تفريغ القطاع، طلب من المواطنين بالمغادرة، وكما سمعت الأستاذ خليل لا مكان للمغادرة إليه. هل الانتقام بحسب ما قال سيتم بهجوم بري على قطاع غزة؟ ما الذي يمكن أن ننتظره؟ هذا ليس انتقام، هذه بداية معركة التي حماس شنتها على إسرائيل. زي ما قلت في بداية كلامي، علينا أن نعمل مقارنة لإيش اللي حصل في 73، والأمور إسرائيل قلبت الأمور على أقصها خلال عدة أيام. الآن إسرائيل ستغود عن هذه الأرض الهجوم، لا توجد إمكانية أخرى. يعني هذا ليس انتقام، هي محاولة لإعادة المخطوفين والأسرى وكل الآخرين. وكمان حماس هي الذي اعتدت، والآن هي لازم تدفع الثمن. يعني إحنا موجودين في حالة حرب التي قد تكون طويلة، ليس إشي سهل إشي اللي حصل اليوم. كل هذا الكلام السخيف الذي قال خليل من رام الله على أنت التاريخ. لص حرامي، أنت حرامي، التاريخ حرامي. أنا أبن الأرض، أنا أبن البلد. أستاذ خليل، أستاذ خليل، سأعود إليك أستاذ خليل. خلينا نسمع شو بدي يقول الأستاذ يحنان، سأعود إليك لترد. إحنا قادرين نتناقش بصورة متربيكم، أنتوا عارين الأسود في نابلس مش قادرين عليهم. لماذا؟ أنا لم أتدخل لكلامك، خليني أتكلم. أوكي، أنا بقول لأنك حرامي، كيف تتدخل وأنت حرامي؟ أستاذ خليل، لا لو سمحت أستاذ خليل، سأعطيك حق الرد على كل ما سيتفضل به الأستاذ يوحنان تسوريف لو سمحت لي. خلينا نتابع هذا الحوار. خليك هادي برا سيد يوحنان، تابع لو سمحت. أنا باعتقادي
علينا أن ننظر للواقع زي ما هو ولا نزور التاريخ وأشياء أخرى. أنت المزور. لكن يا أستاذ يوحنان، إذا ما أردنا، سيد يوحنان، إحنا موجودين. طيب سيد يوحنان وأستاذ خليل، لو سمحتوا مالي، إذا ما أردنا أن ننظر إلى الواقع بحسب ما يجري اليوم، أستاذ خليل لو سمحت لي خليني بس أطرح هذا الموضوع بكل واقعية. نحن اليوم أمام تطور مفاجئ بالنسبة للجانب الإسرائيلي، لكن بالوقت نفسه إسرائيل في وضع صعب. نحن نتحدث عن عشرات الأسرى، بينهم يعني أشخاص بمراتب عالية. هل يمكن لإسرائيل أن تضحي بهم يا سيد يوحنان؟ هذه الورقة ورقة قوية الآن يجب أن تلعب، وإذا ما أردنا أن نقولها بكل صراحة هي تفتح باب التفاوض. أوكي، يعني أنت هل تتوقعي أنه إسرائيل ستقف مكتوف الإيدي ولا تغوض عن إيش اللي حصل اليوم؟ لكن لم تضحي بأسرها. أنا باعتقادي لا توجد دولة في العالم التي تكون مستعدة للتجاهل هذا الكلام. يعني شنوا حرب على دولة معينة، دخلوا لبيوت سكانها، قتلوا كثير من السكان هناك. أوكي، المسؤولية الإسرائيلية معروفة وسيتحاسبوا مع مين المسؤولين عن هذا الموضوع، ولكن في نفس الوقت الطرف الذي اعتدى على الطرف الآخر هو لازم يدفع الثمن. هلا ما فينا نعتبرها هيك يا سيد يوحنان، لانه كمان الطرف الاخر بيعتبر انه صار له سنين يتم الاعتداء عليه، يعني ما فينا ناخذها بهذا الاطار. هلا ساعود للاستاذ خليل، خليه هو يرد على ما تفضلت به حتى ما اكون انا جزء من هذا الحوار. خليني بس اكمل. تفضل سريعا لو سمحت، لانه السيد بومير ناطرنا. التوتر الذي موجود منذ فترة طويلة سنوات بين إسرائيل وحماس هو نتيجة الهجوم أو الإرهاب الذي تأخذ حماس، تجري حماس ضد إسرائيل. إسرائيل دائما تغود عن هذه الاعتداءات، ولذلك يعني بعد ما وصلت إسرائيل لاتفاق مع التيار الوطني الفلسطيني، حماس أخذت موقف آخر وحاولت أن تدمر كل شيء اللي حصل في أوسلو. هي المسؤولة على الوضع الذي احنا موجودين فيه. دمرت أوسلو في الأسابيع الأولى لبداية تطبيقه. يعني علينا ننظر للتاريخ بصورة دقيقة. يعني هي المسؤولة عن هذه الأمور. سأهدئ هذا الحوار قليلا بما أنه معنا السيد بومير من ألمانيا. سيد يوحنان وأستاذ خليل، أنا سأعود للأستاذ خليل لأنه كثيرة يمكن هي النقاط اللي وردت في مداخلتك سيد يوحنان، وأكيد السيد شاهين يريد أن يعلق عليها، لكن نهدئ الحوار قليلا. نذهب إلى ألمانيا، هذا الطرف الخارجي المهم جدا أيضا في هذه المعادلة. وكنت قد ذكرت معك سيد بومير أنه أوروبا أيضا تبحث عن مصالحها، أوروبا أيضا من خلال ألمانيا، وذكرت هي أقوى دولة داخل الاتحاد الأوروبي قبل قليل، لي تتم أكبر صفقة في تاريخ الصناعة العسكرية الإسرائيلية، شراء برلين منظومة أرو 3، سهم 3 الإسرائيلية المضادة للصواريخ. يمكن المنظومة بعد ما وصلت لألمانيا. الهدف من هذه الصفقة حماية الأجواء الأوروبية، حماية سماء أوروبا. طيب إلى أي مدى هنا؟ وبكل صراحة سيد دانيال بومير، وبدي أسمع أيضا ردك على ما تفضل به الأستاذ خليل شاهين في مداخلته، إلى أي مدى تتقدم المصالح اليوم على القضايا الإنسانية التاريخية؟ أعتقد أن ألمانيا وإسرائيل قد تقاسمتا مصالح ولوقت طويل.
في شؤون الأمنية وأيضا في شؤون السياسية، فالدولتان ديمقراطيتان والدولتان غربيتان أو متوجهتان للغرب ولديهما مبادئ ديمقراطية مشتركة، وأيضا هما في قلب التحالف الغربي مع الولايات المتحدة. إذن كانت هناك مصالح مشتركة ومبادئ سياسية، ولكن ألمانيا كانت قد انتقدت دائما مقاربة إسرائيل تجاه الفلسطينيين ودعت لأن يكون هناك طريق سلمي للتعامل مع هذا النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ولكن ما هو صحيح أيضا هو أنه مؤخرا منذ الحرب في أوكرانيا وبدايتها، ألمانيا أعلمت بأن أمنها لا يمكن الدفاع عنه بما يكفي، وإسرائيل بما أنها طبعا شريك سياسي قوي وأيضا من أكبر مطوري الأنظمة الصواريخ في العالم، فهذا كان خيارا واضحا لإعطاء هذا النظام لألمانيا والذي ينقص ألمانيا. فألمانيا لم يكن لديها أي نظام مثل هذا قبل شرائها لأرو ثلاثة أو سهم ثلاثة، فكانت هناك أنظمة عديدة على الطاولة، ولكن أفضل شيء، والمحللون الذين تحدثت معهم قالوا إن هذا أفضل نظام وأكثر تطورا من الخيارات الأخرى، ولذلك هذا النظام تم شراؤه من قبل ألمانيا. ولكن هذا لن يوقف ألمانيا مثلا عن انتقاد إسرائيل لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية حتى ولو كانت تقف مع إسرائيل في هذا النزاع. ولكن أيضا أشكرك أيضا لإعطاء الفرصة للرد على ملاحظات السيد خليل بشأن ألمانيا. أنا لست مثل السيد خليل، فأنا ممتن كثيرا لفرصة أن نتحدث معا ثلاثتنا هنا في هذا الحوار، الفلسطينيين والإسرائيليين والألمان، لأن هناك الكثير من المعاناة في المنطقة وهذا يؤثر على أوروبا وألمانيا، وأنا حزين لأننا نرى معاناة أكثر في المستقبل. وأعتقد بأننا كصحفيين وخبراء ينبغي أن نستغل الفرصة لتحليل الوضع ونبحث عن حلول، وليس نصرخ على بعضنا البعض ونسب بعضنا البعض ونذكر أشياء تاريخية غير صحيحة، لأن الكلام بأن هتلر عقد اتفاقا مع الحركة الصهيونية لجلب الصهاينة أو اليهود عفوا من أوروبا إلى فلسطين، هذا ليس حقيقيا، ليس هناك أي شيء حقيقي، إنها نظرية مؤامرة فقط. ولا أعتقد بأن سب بعضنا البعض والصراخ على بعضنا البعض وأيضا ذكر نظريات تاريخية مزيفة هو الطريق الصحيح للدفاع عن الشعب الفلسطيني. لكن بحثا وتحليلا للوقائع سيد دانيال بومر، قلت لي أن أوروبا دعمت القضية الفلسطينية طوال الأعوام الماضية، نتساءل عن ما أنتجته هذه أو ما أنتجه هذا الدعم الأوروبي لحل هذه المسألة. إذا رددت على هذا السؤال بصراحة فالجواب هو صفر. أوروبا حاولت أن تعرض نفسها كوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وطبعا قادوا أيضا اللجنة الرباعية وأرسلوا توني بلير وزير رئيس وزراء البريطاني السابق للوساطة بين الطرفين لسنوات ولم تكن هناك أي نتيجة. إذا هذا النزاع طبعا أصبح ليس مهما بالنسبة للأوروبيين. إذن هناك الآن ميل كبير من الدول الأوروبية لأن يعترفوا رسميا بدولة فلسطين، والتي ألمانيا لن تفعلها، وألمانيا أيضا تريد أن طبعا أن تمنع أن يكون هذا الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي، كما أن هناك ميلا داخل الدول الأوروبية لمقاطعة على الأقل المنتجات التي تأتي من المستوطنات الإسرائيلية من المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية، وألمانيا طبعا لا تمشي في هذا المنحى. إذن إذا نظرنا إلى أوروبا كلاعب في النزاع فنستطيع أن نقول بأن أوروبا
كلاعب واحد دورها ليس له أي جدوى، وخارج أوقات الحرب هناك ميل أكثر من الدول الأوروبية لأن تقف مع الفلسطينيين. ولهذا فإنني أعتقد بأن الردود من أوروبا ينبغي أن تجعل الفلسطينيين يفكرون كثيرا، لأنه رغم كل هذا الدعم للفلسطينيين في أوروبا، فالآن مع هذه الحرب والآن مع ناشط حماس الذين يقتلون المدنيين الإسرائيليين ويأخذونهم كرهائن ويضرون الأمهات والأطفال، فأوروبا ستقف مع إسرائيل وستشدد على حقها في الدفاع عن نفسها. إذن الآن الدعم للفلسطينيين في أوروبا يضعف. بطبيعة الحال هناك من يعتبر أنه غياب هذا الحل وغياب الدعم الخارجي لهذه القضية هو ما يسفر إلى هذه التطورات التي نتابعها. أستاذ خليل، بعض التصريحات التي أنقلها عن كتائب القسام: تهديد نتنياهو لغزة أسطوانة مشروخة، والحديث عن أعداد الأسرى الإسرائيليين لدى كتائب القسام أضعاف ما أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. تحليلا للوقائع دائما، اليوم في ورقة قوية لدى كتائب القسام، الأسرى، أي معادلة سيفرضها هؤلاء على طاولة تفاوض، طاولة حوار جديدة؟ يعني بالتأكيد أن هناك ورقة أقوى، وهي الجرائم التي تؤدي الآن في كل خطة إلى سقوط هذه الأعداد الهائلة من المدنيين الضحايا في قطاع غزة الذين لم يراهم دانيال، هذا الألماني الذي تحدث عن يعني الضحايا في إسرائيل، ولم يرى على الإطلاق بأن هناك يعني 1700 إصابة وأكثر من 230 جريء قتيل فلسطيني يعني في قطاع غزة بفعل الغارات الهمجية التي تقوم يعني بها إسرائيل، الذين هجرتهم ألمانيا التي ارتكبت المحرقة الفظيعة يعني في الأربعينات من القرن يعني الماضي. هذا الأمر سيؤدي إلى تضامن مع الشعب الفلسطيني، هذا شهدناه في الحروب السابقة، وسنشهد تضامنا حتى في من الرأي العام يعني في ألمانيا وفي أوروبا وفي أمريكا كما حدث في المرات السابقة. القضية الفلسطينية هي القضية الأكثر عدالة يعني على وجه البسيطة، إسرائيل هي الاحتلال الأخير والأكثر بشاعة الذي لا يزال موجود على يعني في الكرة الأرضية. لازلنا على موعد مع مزيد من الجرائم الإسرائيلية، غريزة الانتقام لدى الحكومة الإسرائيلية اليمينية هي التي سوف تتغلب خلال الساعات والأيام القادمة، هذا سيؤدي إلى ارتكاب المزيد من جرائم يعني الحرب والجرائم ضد الإنسانية. هل تتوقعون توسع رقعة التوتر سيد شاهين حتى يشمل جبهات أخرى؟ الرد الجنوني الإسرائيلي سيخلق دينامية تصعيد، ودينامية التصعيد سوف تلقى رد فلسطيني ليس فقط في قطاع غزة، ربما في الضفة الغربية، وربما أيضا من الفلسطينيين في داخل إسرائيل، وقد لا تنتهي الأمور بالاقتصار على جبهة قطاع غزة. هذا الأمر سيؤدي إلى جر جبهات أخرى إلى ميدان القتال. أين فتح من كل ذلك سيد شاهين قبل ما أنتقل عند سيد يوحنان؟ كتائب شهداء الأقصى في قطاع غزة اليوم أعلنت أنها أيضا شاركت في أسر عدد من الجنود الاحتلال وجلبهم إلى قطاع غزة، وشاهدنا فيديوهات ويعني صور تظهر كتائب شهداء الأقصى وهم من حركة فتح يشاركون في المعارك في غلاف قطاع غزة وفي المعارك أيضا في التصدي يعني في قطاع غزة. المشكلة في موقف السلطة الفلسطينية وليس في موقف يعني حركة فتح التي تشارك أيضا ضمن يعني عرين الأسود في نابلس وضمن كتيبة جنين وفي المعارك القائمة، وأكثر من نصف الأسرى في سجون الاحتلال هم من حركة فتح. الموقف في السلطة الفلسطينية التي لا تزال تلتزم بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل والتي داستها إسرائيل بأقدامها وبجنازير دباباتها وبجرائمها التي ارتكب يعني يوميا وبالالتزام بالتنسيق الأمني، لكن الرأي العام الفلسطيني في نهاية المطاف ربما يجبر السلطة الفلسطينية على الانحياز لحركة فتح وللشعب الفلسطيني. هذا من الجانب الفلسطيني. يبقى التساؤل عن الجانب الإسرائيلي معك سيد تسوريف، في الوقت اللي يمكن الجانب الفلسطيني يحدد أهدافه للمرحلة المقبلة
وشروط لربما للتفاوض على الأسرى الجانب الإسرائيلي عنده معادلة أخرى، معادلة إعادة الهيبة، استعادة ثقة الشارع، ومن هنا أهمية التوقف عند هذه الدعوة لي يمكن أن نكون أمام حكومة وحدة وطنية في البلاد. تبعنا هذه الدعوة لزعمي المعارضة، شو برأيك؟ هل يمكن لإسرائيل أن تستفيد من هذا التطور في مرحلة لاحقة؟ ما الذي سنراه وسنتابعه إسرائيليا؟ هل تقصدي وحدة وطنية الفلسطينية؟ لا، أتحدث عن الوحدة الوطنية الإسرائيلية هذه المرة. ما في انشقاق كبير في الصف الإسرائيلي يا سيد يوحنان. في هناك اقتراح لدخول جزء من المعارضة إلى الحكومة، لغاية الآن الجواب من طرف نتنياهو هو لا يرضي المعارضة، لكن من ناحية السياسية الحكومة لا تحتاج لدعم من طرف المعارضة في هذه الفترة. الوحدة الوطنية الذي قد تحصل من خلال انضمام المعارضة إلى الحكومة قد يكون مهم في هذه الفترة، لكن من ناحية سياسية الحكومة لا تحتاج لدخول جزء من المعارضة إلى الحكومة. الأمور موجودة في مكان آخر. يعني أنا باعتقادي المفاوضات التي تتكلمي عليها هي، ونحن نتحدث يا سيد يوحنان، اعذرني على المقاطعة، لكن هذه الصور لابد من التعليق عليها، صور تأتينا مباشرة من قطاع غزة. على ما يبدو تتجدد عمليات القصف على القطاع في هذه الأثناء بحسب هذه الصور المباشر. نحن نتابع بالصوت وبالصورة تجدد إذن عمليات القصف على قطاع غزة، وتأتي هذه العمليات بعد ساعات قليلة من تحذيرات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لهذا القطاع بأنه الرد سيكون قاس. يقول نتنياهو أن الحرب ستكون طويلة وصعبة جدا، هو الذي دعا أبناء قطاع غزة لمغادرته، وقال بالتحديد أنه سيتم قصف هذا القطاع بكل الاتجاهات. هذه إذن صور مباشرة تأتينا من غزة لتجدد عمليات القصف، هذه الصواريخ الإسرائيلية التي تطال القطاع من جديد. هنا يمكن الدقائق المتبقية لي لهذه التغطية أيضا بدي أشرك معنا السيد بومر من ألمانيا. ما رح أسألك تعلق على هذه الصور مثل ما طلب الأستاذ خليل شاهين، لأنه يمكن ما رح يكون عندك إيجابي على ما يحدث في الوقت الحالي. أستاذ يوحنان سأعود، سيسمح لي الوقت، بعد في دقائق متبقية لنا لهذا الحوار، بس كمان لن نغيب عن جلسة لمجلس الأمن على ما يبدو ستعقد غدا لمناقشة كل هذه التطورات. خلينا نسأل بما أنه معنا ضيف أوروبي، الجهود الدولية اليوم لاحتواء هذا التصعيد هل ستنجح سيد بومر؟ شو اللي يجعلها تنجح؟ لا أعتقد بأنه في هذه اللحظة الجهود الأوروبية للوساطة يمكن أن تنجح إطلاقا، لأنه بالنسبة لي يبدو واضحا جدا بأنه سيكون هناك هجوم أرضي إسرائيلي على غزة لتحرير الرهائن الإسرائيليين. حتى ولو قتلوا هناك فإسرائيل طبعا ستبدأ الهجوم الأرضي لاسترجاع الجثث. أعتقد أنه ما هو على خط السياسيين الأوروبيين والسياسيين الأمريكيين هو خطر أن هذا النزاع يمكن أن يتحول إلى نزاع أكبر داخل المنطقة كلها، فالخبراء هنا في الغرب كلهم يراقبون
ما يفعله حزب الله مثلا، وهل يدخل حزب الله في النزاع، وهل يدخل بطريقة كبيرة؟ لأنه كما تعلمون حزب الله هو وكيل لإيران، ولديه ترسانة لحوالي 100,000 أو أكثر من الصواريخ، وهذا يمثل مشكلة كبيرة لنظام الدفاع الإسرائيلي الذي هو من بين الأفضل في العالم. ومن جانب آخر هذا يمكن أن يهدد وجود إسرائيل والدفاع الإسرائيلي، ومن جانب آخر هذه أكبر ورقة يمكن أن تلعبها إيران. لو أن حزب الله دخل هذا النزاع كطبعا وكيل لإيران وتابع لها بطريقة كبيرة، فهذا يعني بأن إيران ستكون جزءا من النزاع، ثم يمكن أن يكون هناك نزاع إقليمي سيجذب انتباه الولايات المتحدة، حيث الدول العربية الأخرى التي اقتربت مثلا من إسرائيل مع محاولتها أيضا إيجاد مثلا تسوية مع إيران، عليها أن تقرر مع من تقف ومع وضع الاقتصاد العالمي، فالاقتصاد سيكون في خطر لأن الطاقة ستكون في خطر، وأيضا القطار بين آسيا وأوروبا والذي طبعا يمر عبر البحر الأحمر وعبر باب المندب، هذا كله سيكون خطيرا أو يكون كله معرضا للخطر. والاقتصاد إذا تحدثنا عن أسعار النفط فستكون أكبر بكثير مما رأيناه في 73. وأعتقد أن السؤال الأكبر بالنسبة للسياسيين الأوروبيين والغربيين هو كيف يمكن تجنب مثل هذا السيناريو. وإذا سألتيني فأقول بأنه لو أن الدول الغربية عملت معا مع دول المنطقة وخاصة المؤثرة مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وقطر. شكرا لك سيد دانيال بومر على مشاركتك وعلى أيضا تحليلك معنا في هذه الساعة. أنا بدي أكمل بالدقائق المتبقية مع سيد يوحنان الأستاذ خليل. أستاذ خليل، توقف سيد بومر عن نقطة مهمة جدا، وقرأنا الكثير من المخاوف حولها أيضا من تحول هذه المعركة اليوم إلى صراع إقليمي. هل ما يضمن عدم حصول ذلك، وهل تتوقعون حقيقة أن يدخل حزب الله كما ذكر السيد بومر على خط هذه المعركة؟ هل يمكن أن تتحرك أيضا الجبهة الشمالية؟ يعني هذا الضيف الألماني الذي يشترك في القيم الديمقراطية مع الفاشية الإسرائيلية قلق من نقطتين. النقطة الأولى هي أسعار النفط، ويريد أن تستمر مصالح ألمانيا وأوروبا يعني وتدفق النفط وربما يعني الحبوب إلى أوروبا. والنقطة الثانية هو يخشى على وجود إسرائيل وتدخل حزب الله، لأنه يخشى من عودة اليهود إلى ألمانيا وأوروبا، وهو يريد حل المسألة اليهودية خارج نطاق أوروبا وخارج ألمانيا بشكل أساسي. يعني هم يعني أصحاب الهولوكوست ويريدون حل يعني مشكلتهم يعني مع اليهود الذين أجبروهم بالهولوكوست على مغادرة أوطانهم على حساب الشعب الفلسطيني، وهو لا يريد عودة اليهود. هذا موقف لا سامي، موقف يعني ينتمي إلى الهولوكوست. في كل الأحوال أنا أعتقد أن يعني هذه الدينامية القائمة من التصعيد وخاصة من التصعيد الإسرائيلي سوف تؤدي إلى ردود فعل فلسطينية ليس في قطاع غزة فقط، بل أيضا في الضفة الغربية وربما في أراضي عام 48. وهذا الأمر إن استمر على هذا المنوال ربما يوسع نطاق المواجهة لتشمل يعني جبهات أكثر من يعني قطاع غزة، وأعني بذلك ربما الشمال، ربما سوريا، ربما يعني العراق. نحن سمعنا اليوم إلى كلمة من محمد الضيف هو القائد العام لكتائب القسام، أشار فيها بوضوح إلى دعوة لما أسماه هو محور المقاومة في لبنان والعراق وسوريا وإيران واليمن، أيضا للبقاء على أهبة الاستعداد للتدخل إذا استدعت الحاجة لنصرة الفلسطينيين. تقديري بأنه لن يكون هناك تدخل خارجي إذا ما تمكنت الفصائل في قطاع غزة والفلسطينيين بشكل عام في الضفة الغربية من إدارة هذه المعركة دون الحاجة إلى تدخل خارجي. ولكن إن جرى الإخلال بهذه المعادلة، نعم أنا أعتقد أن
الجبهات سوف تدخل على نطاق أوسع في المعركة. هل ستكون إسرائيل سيد يوحنان سوريف مستعدة لمواجهة توسع رقعة هذه العمليات، هي التي بالآونة الأخيرة لم ترد حقيقة على بعض الهجمات التي أتتها من الجانب الشمالي؟ كيف ستتعامل مع تطورات من هذا القبيل؟ أنا لا أعتقد أنه إسرائيل لم تأخذ بعين الاعتبار إمكانية فتح جبهات أخرى، لأن المخطط لجبهة المقاومة حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي وإيران منذ 2021 هو فتح معركة معددة الجبهات، هذا الهدف منه الذي هم أعلنوا عليه بعد المواجهة التي كانت في 21، ويخططوا لهذا الموضوع منذ فترة طويلة. السؤال الآن، هل حقيقة ستفتح معركة جبهة جديدة أو لا؟ أنا باعتقادي الحزب الله ستسمح لنفسها أن تفتح جبهة جديدة، أو تسمح لحماس من لبنان أن تطلق صواريخ لاتجاه إسرائيل، إذا ترى أنه قد هذه العملية تلعب لمصالحها، وهذا معلق في التطورات المعركة التي إحنا موجودين فيها الآن بعد الاعتدال حماس على إسرائيل. الآن سيكون غد إسرائيلي واسع وكبير، وحزب الله ستعمل حساباتها، هل دخولها سيعطيها يخدم مصالحها، يخدم مصالح الإيرانيين أو لا، أو سيفرض عليها نتائج التي هي لا تريدها. يعني أنا هيك أرى الأمور. الآن إحنا موجودين في بداية معركة، وهي قد تكون طويلة للأسف الشديد، وكل طرف لازم يعمل حساباته ويرى لوين هو رايح. إسرائيل حسب اعتقادي مستعدة لدخول لمعركة الذي هي نوعياتها ستكون لعدة مجالات، هذا إشي واضح من خلال كل النقاش الذي حصل اليوم في غرف الحكومة الإسرائيلية.